صباح الخير من جديد، متواصلين معكم بفقرات دنيا يا دنيا. هلا رح نحكي عن منتج وموزع برامج تلفزيونية من أوائل المنتجين اللي أدخلوا دبلجة الأعمال الكرتونية إلى العالم العربي، وله الدور الأكبر بالأعمال أو بإدخال أعمال الدبلاج إلى الأردن. نرحب بالمنتج وموزع البرامج التلفزيونية بسام حجاوي، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك، يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا، شرفتنا. الله يخليك. بداية خلينا نحكي عن بداياتك أستاذ بسام، يعني كيف دخلت بمجال أعمال الدبلاج وغيره؟ أنا باشرت أولا بس باختصار عملي التلفزيوني في التلفزيون الأردني بعد التخرج من الجامعة مباشرة، واشتغلت لفترة 7 سنوات في التلفزيون الأردني، ثم انتقلت إلى تلفزيون دبي مع مجموعة من الموظفين الأردنيين اللي أسسوا محطة تلفزيون دبي مع مدير عام من الأردن. سنة 78 باشرت في العمل الخاص وانتقلت إلى عمان، وأسسنا يعني استوديوهات للإنتاج والدبلاج. البداية كانت أول عمل عملناه مدبلج سنة 80، وبعرفش يعني في كتير من الشباب الصغار الآن يمكن بذكروها، أبطال الفضاء، أبطال الملاعب، كانت كلها إلها يعني قبول، وما زالت حتى الآن تعرض في بعض المحطات التلفزيونية. باشرنا الدبلجة، وكان في البداية عمل الدبلاج طبعا كتير صعب، يعني كان بأساليب بدائية لأنه ما كانت متوفرة التكنولوجيا الحديثة، تركيب الصوت كان يعني له مراحل صعبة وإلى آخره. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الدبلجة طبعا الوثائقيات، ثم الدراما الأجنبية بسنة 91-92، برضو أيضا كنا من أوائل الشركات التي يعني قامت بالدبلجة في العالم العربي. عم بتقول بداية الدبلاج كانت صعبة، يعني هلأ يعني أنه التكنولوجيا تطورت طبعا، صارت أسهل طبعا الآن. يعني في البداية كمان كنا أول شيء نسجل الصوت أوديو، بعدين نركبه على مافيولا يعني على جهاز قص للأفلام، يعني تم منتجة الفيلم مع الصوت. الآن بعدين انتقلنا مرحلة إن تسجيل الصوت في الاستوديو على الشريط نفسه، وكانوا يتجمعوا مثلا 4-5 أو 6 ممثلين مع بعض حتى يعملوا مشهد. الآن مع الكمبيوتر الآن صار كل ممثل بيجي بيعمل دوره في 3-4 حلقات مثلا، ثم يذهب ويأتي غيره. طبعا هذا خفف من التواصل يمكن والتجاذب بين الممثلين والأداء يعني، لكن احنا بنحاول نتغلب عليه انه المخرج يكون يوجه الممثلين جيدا بحيث يكون بداية الجملة مع نهاية الجملة الثانية مثلا متجانس يعني الدور الأكبر بيكون على المخرج. طبعا الإخراج طبعا هو بيمر بمراحل مختلفة. أول شيء طبعا ترجمة النص، الترجمة نعتمد فيها تصرف معين حتى تكون مناسبة أكثر للمشاهد العربي، بعدين بصير تركيب الصوت، بعدين عملية المكساج، المؤثرات وإلى آخره، ثم عملية المونتاج لأنه منشيل مرات يعني بعض المشاهد التي قد لا تكون مناسبة، ثم يتم نسخه وتوزيعه. هلا خلينا نحكي عن إقبال الجمهور بشكل كبير على الأعمال المدبلجة مؤخرا، كتير عم نلاحظ أنه في إقبال كبير. يعني هل برأيك أنه يعني شو سر إقبال الجمهور على الأعمال المدبلجة؟ وأيضا يعني هل برأيك أستاذ بسام، بما أنه أنت لك فترة طويلة بهذا المجال، هل بتضل هاي الأعمال الفنية محافظة على قيمتها الفنية عندما تتم دبلجتها؟ أنا بعتقد أنه يعني الاهتمام بالدبلاج من قبل المشاهدين بدأ من بداية تقديم أعمال مدبلجة لهم. اللي تأخر في التجاوب هي المحطات. المحطات التلفزيونية كانت تفضل معظمها، لأنه عندها قناة أجنبية وقناة عربية، كانت تفضل عرض البرامج الأجنبية مترجمة. وإحنا يعني أنا كنت من الناس اللي في البداية أعتقد أنه يمكن نسبة كبيرة من المشاهدين لا تحبذ الترجمة أو لا تستطيع متابعتها بسرعة ممكن، والتركيز على ماذا يجري أيضا في من صورة، يعني الصورة مع القراءة. فكنت مؤمن دائما أنه الدبلجة هي الأساس، بالإضافة أنه كل دول العالم تدبلج، يعني ما حدا بيعرض مثلا في إيطاليا مسلسل أمريكي باللهجة بالأصلية، يعني إنما يدبلجوا إلى الإيطالية. ففي البداية كانت مقاومة من المحطات، لكن مع الانتشار المحطات التجارية، المحطات التجارية صارت تجذب معلنين، المعلنين أيضا شجعوا عملية الدبلجة، ثم دخلت بعض المحطات الكبرى أيضا في عملية الدبلجة، وصارت هي تشتري بعد أن كانت زبونا يشتري الأعمال من المنتجين، أصبحت هي أيضا تشتري تقتني الأعمال وتقوم بدبلجتها وعرضها عرض أول في محطاتها طبعا، وهذا يجذب إعلان كبير، فصار الاهتمام أكثر.
بالإضافة أنه صارت نقلة، كانت في البداية يمكن اللهجة الفصحى هي المعتمدة، الآن صار الدبلجة باللهجات المحكية للدول المختلفة، فيمكن هذا وجدوا الناس أقرب إلى تفهمهم أنه طبيعي أكثر. مع أني أنا بعتقد أنه ضروري جدا المحافظة على لغتنا العربية، على لغتنا العربية. ممكن مثلا هاي الأعمال اللي عم تدبلج باللغة العامية عم بتضيع قليلا الجمهور واهتمام الجمهور باللغة العربية، لأنه تمام سمعها تمام. لأن في الدول الأخرى ما بدبلجوا إلا باللغة السليمة، عرفت كيف؟ صحيح. لكن إحنا المشكلة صارت العامية هي المنتشرة. إيش الصعوبات اللي بتواجهك أستاذ بسام كمسؤول عن أغلب الأعمال المدبلجة بالأردن؟ طبعا في شركات عديدة تقوم بالدبلاج. احنا في البداية لما بدينا كنا يمكن شركتين أو ثلاثة في العالم العربي، الآن في الأردن يمكن في 15 أو 20 شركة تقوم بهذه الأعمال. المنافسة زادت طبعا، لأنه في البداية كان أي عمل تعمليه كان شغلة جديدة، فالإقبال كان عليها من محطات أكثر، يعني لأنه تركيز أكثر على كم شركة منتجة. في الوقت الحالي عندك مئات من الشركات تقوم بعمل الدبلاج، كما أنه المحطات زادت، لكن الخيار صار أصعب. يعني أنا في البداية ما كنت يمكن كمثال أركز كثير على قوة المسلسل وقديش هو دراميا مؤثر وإلى آخره، لأنه ماشي. نعم. يعني بحكي مش يعني بلساني، بس بلسان كيف كان التفكير في ذلك الوقت. عملية تجارية كانت. الآن ضروري جدا التركيز على نوعية العمل، لأنه نوعية العمل، قوة العمل، ظروف اللي في العمل، يعني القصة إلى آخره، إلها أساس وفي نجاح العمل. لكن المشكلة أنه الآن كمان ارتفعت أسعار شراء الأعمال بصورة كبيرة لما دخلت الشركات أو المحطات الكبرى على السوق. صار الآن موضوع شراء البرامج مكلف كثيرا، ففي كثير من الشركات مع الأسف لم تستطع أن تستمر في المنافسة. أيضا حضرتك تعتبر من أوائل المنتجين اللي قمت بإخراج وإنتاج مسلسلات درامية للأطفال، إذا نذكر منها مسلسل قمر البر والبحر من إنتاج تلفزيون قطر، أيضا في مسلسل السيف الذهبي، وبحينها لاقت إقبال كتير كبير. هلأ عم نلاحظ يعني بعض الضعف في إنتاج مسلسلات درامية للأطفال، فشو السبب برأيك؟ هو في البداية كانت صعوبة، يعني أنه تعامل المحطات التلفزيونية مع برامج الأطفال عموما كان تعاملها مع كأنها قاصر، يعني كانت تشتري الأعمال بنصف الثمن، فطبعا هذا أثر على كمية الإنتاج الموجهة للأطفال، فعشان هيك صار يمكن توجه إلى دبلجة البرامج الكرتون بدل ما أنت تنتجي أعمال من واقعك ويعني مجتمعك. نعم. فهذا بالبداية. الآن لا، صار إذا في مسلسل جيد للأطفال بنعمل دراما للأطفال ممكن يلاقي نجاح ويعني تقدير مادي مقبول، لكن المنافسة الكبرى صارت في الأعمال الاجتماعية والأعمال التاريخية الكبرى، وبعدين البرامج موجهة لشهر رمضان المبارك، فعادة البرامج موجهة لشهر رمضان المبارك أقل شيء يهتموا فيه الأطفال مع الأسف الشديد. صحيح. يعني صار التوجه التجاري أكثر. طب شو تصورك كمنتج يعني لإنتاج أعمال أكثر أو أعمال درامية أكثر للأطفال وتكون بالمستوى المطلوب؟ أولا يجب أن يكون هناك اهتمام من الدولة. يعني إذا إحنا بدنا نبني أجيال فيجب أن نبدأ من الأجيال الصغيرة. الدولة إذا اهتمت وشجعت مثلا إنتاج مسلسلات متميزة للأطفال، والتلفزيون الأردني مثلا تبنى أو محطة رؤية أو أي محطات أردنية كبداية يعني تبنت أنه دعم هذه الأعمال مثلا سواء من حيث الرعاية أو من حيث التمويل إلى آخره، هاي خطوة أولى. الخطوة التالية أنه يجب أن يكون عمل أيضا قابل للتسويق في الدول العربية الأخرى. يعني إذا بدك تعمل عمل للأطفال، طبعا الأطفال متشابهين في جميع أنحاء العالم يعني وأفكارهم متشابهة، والآن صار مطلعين أطفالنا على كل شيء يعني، فصار الثقافة العامة للطفل متشابهة، فأي عمل فني للأطفال سيلاقي الاهتمام. المشكلة أيضا أنه بعض شركات الإنتاج أو معظمها ما بتفكر بالأطفال، يعني ما بتفكر بإنتاج برامج الأطفال. دراما، عمل دراما ومواصفات الدراما وإلى آخره، ويلا روح حاول تبيعه إذا استطاع.
يعني في تقصير من الطرفين، في تقصير من الجهة الرسمية وفي تقصير أيضا من المنتجين. يعني طب شو السبب هلأ إذا كان العمل مثلا متكامل يعني عمل ناجح، ليش بيخافوا يعني المؤسسات التلفزيونية وغيرها من أنه هذا يعني مثلا هل بيخافوا أنه ممكن ما يلاقي نجاح مع أنه الأعمال الدرامية للأطفال هي ممكن أكبر أعمال تلاقي نجاح 100%؟ يعني صعب يمكن وضع النقاط على الحروف شو السبب انه وراء تقصير في هذا المجال، لكن زي ما حكيت لك يعني لو طلع الان منتج وبيعمل مسلسل للاطفال بتصور انه راح يلاقي نجاح وراح يلاقي فرص توزيع، لانه في نقص شديد في العالم العربي، يعني في حاجه، عرفتي كيف؟ لكن مين بده يبدا يعني بالمبادره هاي. اكيد كمنتج اردني عربي هام استاذ بسام، حضرتك اكيد شو مدى تعاونك مع التلفزيون الاردني كتلفزيون رسمي؟ الحقيقة قليل جدا التعاون لأسباب عديدة، لكن احنا لما يعني في عنا اتحاد المنتجين الأردنيين هنا، وأنا كنت لشرف رئاسته 4 سنوات قبل الفترة، حاولنا جد يعني بشكل مستمر تفعيل العلاقة مع التلفزيون الأردني، وتوصلنا إلى اتفاقية إنتاج وتسويق، يعني أنه تشجيع للإنتاج الأردني وشراء البرامج الأردنية والمسلسلات الدرامية الأردنية بسعر متميز، حتى يستطيع المنتج الأردني يعرف أنه محطته الوطنية داعمة لهذه الأعمال. مع الأسف ظروف كثيرة منها أيضا يعني لا نستطيع أن ننكر عدم توفر إمكانيات المادية لدى التلفزيون الأردني، ليس هناك سوء نية يعني من قبل التلفزيون أنه مش عم بدعم الأعمال الأردنية بتصور، قد يكون لتعاقب الإدارات كمان مشكلة أنه ما فيش تخطيط مستمر لما تريد المؤسسة أن تفعله في العديد من التغيير متكرر. لكن في أيضا مشكلة يعني مالية تمويلية، موازنة التلفزيون بالكاد تكفي للعدد الكبير من الموظفين اللي عاملين فيه، ففيش مجال مع الأسف الشديد لدعم الدراما الأردنية. شغلت منصب رئيس اتحاد المنتجين الأردنيين، برأيك يعني بما أنه شغلت هذا المنصب أستاذ بسام، شو دور اتحاد المنتجين الأردنيين بالرقي والصعود بإنتاج الدراما الأردنية؟ طبعا هو الهدف من أي اتحاد مهني النهوض أو طبعا بمستوى المهنة، لكن أيضا دعم جهود أعضاؤه ويعني توفير، هو نوع من اللوبي يعني اللوبينج لأيضا تحصيل حقوق لهذه الجهة. فإحنا عندنا نواجه مشاكل كبيرة يعني في كمنتجين أردنيين، نعاني من التحصيل المادي لحقوقنا في المحطات التلفزيونية، وهذا الأمر يعني مش حديث جديد إنما هو قديم، لكن مع الأسف تفاقم مع الظروف السياسية الآن في الدول العربية. فعنا تحصيل حقوق المنتجين هو يعني غرض أساسي أيضا من تأسيس الاتحاد، وفي محطات لها من 2004 مثلا مش دافع حقوق للمنتجين الأردنيين. فإحنا قمنا بنوع من اللوبينج والتحرك والمراسلات والنداءات، وتوجهنا إلى يعني جهات رسمية وغير رسمية، والآن بدأت هذه الجهود تثمر أنه على الأقل حركوا شوي من بعض هذه الدفعات، لكن في محطات أيضا مش لا نستطيع التواصل معها بحكم الظروف التي تمر بها المنطقة يعني. فالهدف الآخر من طبعا يعني اتحاد المنتجين ضمانة أنه يكون في جودة في الإنتاج، يعني أنه أيضا مش أي عضو ممكن أي منتج ينضم للاتحاد إلا إذا كان له مستوى معين من الثقافة والفهم والمتابعة والإمكانيات التي يستطيع أن يعني يوظفها لإنتاج تلفزيوني جيد. هل هاي برأيك هي أهم المعوقات اللي تقف أمام الإنتاج بالأردن؟ هو طبعا في كتير معوقات، لكن أولا يعني حتى يكون في إنتاج جيد يجب أن يكون هناك رأس مال قوي، لأنه الآن لا تستطيع أن تنتج عمل درامي أردني جيد ينافس بموازنة ضئيلة. مع الأسف في ضعف عندنا في الإمكانيات المادية لمعظم المنتجين الأردنيين، بالإضافة أنه في شركتين أو ثلاثة يعني هم
برزوا على صعيد المنطقة العربية من مستوى الإنتاج الجيد المتميز، لكن أيضا في ظروف محيطة أحبطت جهودهم، ونأمل أنه يرجعوا ينشطوا من جديد. نتمنى طبعا. يعني المسؤولية الكبرى على مين تقع بإنتاج الدراما بالأردن والتمويل والدعم المادي لإنتاج الدراما بالأردن؟ يعني أنا ما بحب دائما إلقاء اللوم على الآخرين. نعم. عرفتي أنه والله ظروف مثلا حرب الخليج الثانية 90 أنه تأثر الإنتاج الأردني لضعف التسويق إلى آخره، طبعا هو تأثر ما في شك، لكن هذا ليس هو السبب الوحيد. أنا بعتقد أنه في ظروف يعني هي تقصيرية أيضا من جهات عديدة. يعني أنت لو قدمتي الآن فكرة لعمل جيد، مع الأسف ما بتجدي مثلا بنك يرعى، ما بتجدي شركة كبرى ترعى تمول، مؤسسات كبرى تمول. يعني في ما في ثقة كأنه صاير في العمل الفني الأردني، وهي كمان تؤثر على المستوى. فالمنتجين القلة اللي عم بيحاولوا يعني وينحطوا في الصخر مش سهلة مهمتهم، عرفت كيف، وبمنافسة كبيرة وشديدة. والآن عندك إنتاجات كبرى عم بتصير في دول عربية عديدة، وكما أنه الخليج، منطقة الخليج أيضا صار عندهم زخم في الإنتاج طبعاً. التلفزيوني، كله هذا أثر على فرص التسويق. طيب هلأ هذا بيقودني كمان لسؤال أخير حسألك إياه، يعني كيف ممكن أنه إحنا نعيد الثقة يعني بالمؤسسات، بالأشخاص، بالجمهور الأردني، يعني خلينا نقول أنه في إحنا عنا مواهب، في عنا يعني خامات فنية ممتازة بمجال الفن، فإحنا كيف ممكن نعيد الثقة سواء للمؤسسات أو للأشخاص للأفراد؟ طبعا هي الخطوة الأولى أنه الاستقرار السياسي، يعني يجب أن يكون الوطن مستقرا و يعني مرتاح والناس مرتاحة والظروف السياسية حوالينا أيضا مواتية. مش سهل الوضع الحالي، ليس سهلا. وأعتقد أنه يعني بدها وقت حتى ترجع الأمور إن شاء الله إلى ألقى. نتمنى. أنا بدي أشكرك الأستاذ بسام حجاوي، منتج وموزع برامج تلفزيونية، شكرا لك، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لاستضافتكم. ممكن أحكي كلمة أخيرة بس؟ فضل. أنا بدي أشكر تلفزيون رؤيا، وبدي نفس الوقت أقول إنها هي محطة متميزة، وأحلى شيء فيها إنها طبيعية، يعني كل مقدمينها ما عندهم لا تزلف ولا تصنع. مش بمدحك انت شخصيا، يعني انت وكل الزملاء فعلا هذا الحكي يعني دمكم خفيف وتلامس قلوب المشاهدين الأردنيين. الله يخليك، شكرا لك، هذا كله من ذوقك. الله يخليك، شكرا.